الجو مهيأ لدعوة أهل السنة بحمد الله. الناس لا يريدون إلا كتاب الله، ولا يريدون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني لا أزيد سوى أن أؤكد أني أوصي الزوجين المباركين، بل أوصي كل الأزواج، من كان منهم حديث عهد ومن كان منهم مثلي قديم عهد بالزواج، بثلاث وصايا نافعات. أما النصيحة الأولى فهي أن نبني بيوتنا على دين الله عز وجل، فوالله ثم والله ما نزلت البركة ولا نزل الخير إلا بأن يقام البيت على دين الله عز وجل، بأن نتعاون في بيوتنا على دين الله عز وجل. ألم نسمع ونفهم قول حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن لم تصلي نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم يصلي نضحت في وجهه الماء. رحم الله رجلاً قام من الليل، ليس الفريضة، قام يصلي من الليل، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله: من منا لا يريد أن يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكل رجل، لكل زوج، بأن يرحمه الله إذا قام من الليل فصلى. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فصلى من الليل ثم أيقظ امرأته، أعانها، أيقظها لتصلي من الليل. فإن هي صلت فالحمد لله، وإن هي أبت وأحبت النوم وأرادت أن تنام نضح في وجهها الماء، جاء بماء ونضحه في وجهها لكي ينشطها على الطاعة. ورحم الله امرأة أيضا قامت من الليل فصلت، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها، قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن قام فالحمد لله، وإن لم يقم نضحت في وجهه الماء حتى ينشط ويقوم في طاعة الله. فما أجمل أن نتعاون في بيوتنا على دين الله، أن يأخذ الزوج بيد زوجته إلى طريق الجنة، وأن تأخذ الزوجة بيد زوجها إلى طريق الجنة. وأما الوصية الثانية فهي أحبتي في الله وصية عظيمة غفل عنها كثير من الناس، وهي أن نحقق الأخلاق في بيوتنا، وأن نجعل أحسن أخلاقنا لأهلنا، فخياركم خياركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حسن الأخلاق، ولكن من أسف أن كثيرين منا اليوم أصبحوا إذا خرجوا إلى الشارع، إذا قابلوا الناس، إذا قابلوا الأصدقاء، قد يتخلقون بالأخلاق الطيبة مع الناس، يضحكون ويبتسمون ويدعون، لكن ما أن يعود الواحد منهم إلى بيته ويغلق باب بيته حتى ينقلب أسداً هصوراً، يصرخ هنا ويضرب هنا ويشتم هنا ويلعن هنا، حتى يصبح أهل البيت يتمنون أن يخرج من البيت. وما هكذا علمنا، وما هكذا يكون خلق المسلم. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل لعائشة رضي الله عنها أحسن الأخلاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق اللحم. ما معنى يتعرق اللحم؟ يعني يأخذ اللحم من العظم، يأخذ العظم ويأكل اللحم من العظم. لكن ماذا كان يصنع؟ كان يعطي العظم لعائشة رضي الله عنها وعليه اللحم لكي تأكل عائشة منه، فإذا أكلت
وضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم على الموضع الذي أكلت منه عائشة رضي الله عنها، لأنه يعلم أنه بهذا يطيب قلبها. بل اسمعوا هذه العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً ومعه الجيش، الصحابة رضوان الله عليهم، خرج في سفر، وهذا السفر للغزو، ومعه عائشة رضي الله عنها، فقال لأصحابه: تقدموا تقدموا. فتقدموا وتأخر هو وعائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تجاوز 50، وهو نبي الله وقائد الجيش، ومع ذلك ماذا فعل؟ قال: يا عائشة تعالي أسابقك. فسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقته، لأنها كانت خفيفة صغيرة. فبعد سنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مسير مع الجيش ومعه عائشة رضي الله عنها، فقال للقوم: تقدموا تقدموا. فلما تقدموا قال: يا عائشة تعالي أسابقك. فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها؟ قال: يا عائشة هذه بتلك، هذه بتلك. انظروا هذا الخلق، ما منعه أنه كبير في السن؟ ما منعه أنه نبي الله؟ ما منعه أنه قائد الجيش من أن يعامل امرأته بهذا الخلق الجميل الذي يجعل البيت مبنياً على المودة والرحمة والمحبة؟ فلا يدخل الشيطان هذا البيت أبداً. الوصية الثالثة واذكرها باختصار، أنا أوصي كل زوجين في أمور الدنيا بأن يعذر كل واحد منهما الآخر، وأن يتنازل عن شيء من حقه في أمور الدنيا، فإن أمور الدنيا لا بد فيها من تقصير، لا بد فيها من تقصير. ولكن الزوج العاقل يرفق بامرأته وينظر إلى خيرها حتى ينسى ما وقع. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض زوج زوجته المؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمؤمن العاقل إذا رأى شيئا من أمور الدنيا، ليس في الدين، من أمور الدنيا، تنازل وقال فيها خير آخر، فيها شيء أعظم. والزوجة تطيع زوجها في غير معصية الله، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والحديث صالح للاحتجاج، وقد راجعت إسناده كثيراً. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمرأة عظم حق زوجها عليها، فلا ينبغي للمرأة أن تقف عند أمور الدنيا والتقصير، بل تتنازل مع طاعة زوجها في غير معصية الله. إذا بنيت البيوت على هذه الوصايا الثلاث، والله ستعمر في الدنيا وتكون سبباً في فوزنا ونجاتنا يوم القيامة، ويندحر الشيطان فيما بيننا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب قلوب المسلمين للمسلمات. اللهم يا ربنا اجمع بين كل زوجين على الخير والهدى والمحبة، ولا تجعل للشيطان بينهما طريقا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.